أبدأ من ضيفي الكريم الذي يشرفنا من موسكو سيد ليغوريو. هذا الحديث الذي أدلى به أيقونة الدبلوماسية الخارجية الروسية في هذه الأيام وزير الخارجية هل هو إشارة إلى أن روسيا صارت منفتحة الآن للجلوس على موائد التفاوض؟ هذا أولا. ثانيا، تتفاوض على ماذا وهي تقول إن الأرض التي ضمت إلى روسيا الاتحادية أرض روسية يستحيل التفاوض بشأنها؟ مساء الخير عليكم. حسنا، أعتقد أنها ليست المرة الأولى أن نتناول هذه النقطة. هناك الكثير من المداخلات في كثير من المنصات الإعلامية. ذكرت مرارا وتكرارا أن روسيا تنسحب من أي مسار يتم تحديده فرضا عليها، ولكنها تحاول أن تضع شروطها على طاولة المفاوضات، وهذا دليلا على الاتجاه من جانب الوزارة الخارجية الروسية. لا أعتقد أن روسيا سوف تتنازل عن أي من شروطها، ولن تتنازل عن أي من الأراضي، لن يتم التفاوض عليها بالطبع. بالطبع هناك كثير من الصعوبات في استعادة أو إقرار الحق في هذه الأراضي من جانب دول العالم أو معظمها. لابد أن يكون هذا الأمر دستوريا في المقام الأول في الداخل الروسي، ولكن الأمر عسير على المجتمع الدولي أن يتفهم ما هي تفاصيل الدستور الروسي في هذا السياق فيما يتعلق بضم سيد الأراضي. سيد ليغوريو، أنت كرمت سيد الكريم، ذكرنا بالشروط الروسية. طال بنا الزمن، ربما يكون بعض المشاهدين قد نسوا هذه الشروط. باختصار، ما هي هذه الشروط الروسية؟ حسنا، بالطبع نحن لدينا شروط بشأن شبه جزيرة القرم، وهي أرض غير قابلة للتفاوض، وأيضا بعض الشروط المتعلقة بالضمانات بشأن المعدات والآليات العسكرية التي تدخل من أوروبا ومن الحلفاء الخاصين بكييف، وضمان أيضا حياد هذه الأراضي وشبه جزيرة القرم بدون أي تساؤل في هذا الشأن. ولكن نحن نعلم أن الموقف يتغير باستمرار، وهناك أيضا كثير من المعايير الخاصة ببدء التفاوض. لا يمكن أن نفكر كمحللين وكمراقبين لهذه المفاوضات المحتملة. لابد أن نضع في الاعتبار كافة المعايير المختلفة من كلا الجانبين، وبالتالي هناك تغير في الموقف الراهن، وشبه جزيرة القرم أمرا غير قابل للنقاش، وبعض الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون محل تفاوض فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها في المنطقة، وبالطبع الضمانات من حلف الناتو بعدم التدخل مرة أخرى. أخيرا في هذه النقطة تحديدا سيد ليغوريو، الجمهوريات الثلاث المنضمة حديثا إلى الفيدرالية الروسية محل تفاوض؟ هذا أمر عسير من وجهة النظر القانونية فيما يتعلق بالقانون الروسي، لأنها بالطبع أراضي أصيلة من الأراضي الروسية، ولا غير مسموح أن نتخلى عنها، وبالتالي هذا أمر من المراحل السياسية. أعتقد أنها تتطلب عمليات سياسية في المقام الأول، ولكن نحن نعلم أنها أراضي روسية لا يمكن التفاوض عليها، وروسيا لم تحتلها من وجهة النظر العسكرية، ولكنها أراض أصيلة داخل الأراضي الروسية، فبالتالي هنا يمكن أن تكون هناك بعض التفاوض في بعض المناطق.